هدفه هو إعلان مبادرة قبيل انطلاق الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني، أيضا تقديراتنا إلى طبيعة الجلسات المقبلة. سأقرأ عليكم في البداية نص المبادرة ومن ثم سنفتح مجال الأسئلة والاستفسارات. مبادرة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة نحو خطوات جادة لتهيئة أجواء الجولة الثانية من الحوار الوطني، إيمانا منها بضرورة إيجاد حل جذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وتفاقم الوضع المعيشي للشعب البحريني نتيجة لغياب استراتيجيات التنمية الإنسانية الشاملة واستفحال الفساد الإداري والمالي وتراجع الأداء الإداري لمؤسسات الدولة، واستنادا على الرسالة التي وجهتها القوى الوطنية المعارضة إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي حددت فيها رؤيتها الشاملة لمفهومها للحوار الوطني واحتوت على مرئياتها لمبادئ وآليات وإجندات الحوار، وترحيبا بالدعوات الوطنية الصادقة للخوض الجولة الثانية من الحوار الوطني على قاعدة جامعة تعكس رغبة مكونات الشعب البحريني وقواه السياسية والمجتمعية الحية في العيش بحرية وكرامة واحترام حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية. وبعد نحو 25 جلسة من الحوار الوطني في جولته الأولى وخروج المتفاوضين بنتائج متواضعة لا ترتقي إلى مستوى تطلعات شعبنا البحريني الأبي، وإثر التدهور الأمني والسياسي الخطير الذي عانت منه بلادنا أثناء وبعد الجولة الأولى من الحوار، وما نتج عنه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتراجع في حالة السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ولتجنيب بلادنا وويلات تداعيات الوضع الإقليمي وما يموج به من صراعات واستقطابات حادة من شأن التأثر بها زيادة تدهور الوضع المحلي إلى تجاذبات لا تخدم بلادنا وزيادة التدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية. ومع اقتراب انطلاقة الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني، تدارست القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المشاركة في الحوار مجمل القضايا ذات الصلة بمسيرته وواقعه الراهن، وأكدت على ضرورة التمسك بمبدأ الحوار باعتباره خيارا حضاريا استراتيجيا من شأن التعاطي الجدي مع بنوده ومبادئه المعلنة أن ينقل بلادنا من حالة التجاذب والاصطفاف المصطنعة إلى تحمل المسؤولية الوطنية تجاه شعبنا من أجل خير حاضره ومستقبله. ومن هذا المنطلق الوطني الجامع تتقدم القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالمبادرة التالية التي تستند على بنود وثائقها المتعلقة بالأزمة وسبل الحل من أجل إنجاح الجولة الثانية من الحوار الوطني. 1. يجب وقف عملية التحريض الإعلامي والبدء في بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف بما يعزز الوحدة الوطنية، وفتح وسائل الإعلام أمام كافة القوى السياسية والمجتمعية دون تمييز أو إقصاء. 2. إطلاق سراح سجناء الرأي وفق التوصيف الذي جاء به تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. 3. إحداث عملية الانفراج الأمني المطلوبة من خلال تبريد الساحة المحلية ووقف عمليات الانتهاكات والاعتقالات والمداهمات التي تمارسها الأجهزة الأمنية وإدانة العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان. 4. الإصرار على وجود جهاز إعلامي للأطراف المشاركة في الحوار. 5. تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي، وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي. 6. وقف السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وقبلي، والتوقف عن اللمعان في سياسة التمييز بين المواطنين. القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، شكرا لكم.